روزا تكشف عن ارتباط نورمر وتعاون ريما مع برهوم معراوي، شهد المزيد من التفاصيل. بعد ظهور روزا في برنامج احذر من اليوتيوبر مع احمد النشيط، قامت بالكشف على ان اليوتيوبر نورمار غير مرتبط، حيث استثنت روزا نورمار من الاشخاص الغير المرتبطين. اترككم مع هذه اللقطه. اوكي خلاص، مو كبل مشكله. عم بشك بحالي قاعده. او ماي جاد، حس حالي غبيه، استغفر الله. قلت لي ليتون. ظهرت اليوتيوبر ريما مؤخرا مع برهوم معراوي، والاغلب يتوقع ان هناك تعاون سيجمعهما قريبا. رايكم بخصوص هذا الخبر؟ هلا على شركة ديوان ديكو، شو جابولي؟ شو رايك رومي؟ ديكو قديش حلوين؟ مليان شوكولا، مليان. ووصلنا لنهاية الفيديو، شكرا كتير لدعمكم ومحبتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، حطوا لي لايك. حلو، متلكم، شوفكم في الفيديو الجاي.